وصلنا لفقرتنا الختامية فرح، ورح نتعرف أكثر اليوم عن مركز طبي بيقدم الكثير من الخدمات على مستوى أيضا المساعدات الطبية لجميع المرضى. استطاع أيضا أنه يقدم خدمات للأطفال وللشباب وأيضا للمتضررين من الحرب خلال الفترة الماضية والأطراف الصناعية والدعم النفسي. عم نحكي عن مركز ميسانا الطبي، رح نتعرف أكثر عليه مع ضيفنا اللي معنا بالاستوديو الدكتور حسان نصر الله مدير المركز. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير عن جديد دكتور، أهلا وسهلا فيك. خبرنا بالبداية عن المركز الطبي وشو الخدمات اللي بيقدمها. مركز ميسانا الطبي للأطفال هو مركز حديث صار حدود العام والنص تقريبا، هو مشروع إنساني مقدم هدية من الشعب الروسي ليكون جسر تواصل مع الشعب السوري الصديق والحبيب بهذا الحمامية نفسها. يقوم بالعلاج إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الحرب، هو مخصص للأطفال بشكل عام، بس نحن كبرنا الأعمال لحد 18 سنة لحتى نأخذ شريحة من الشباب أيضا بهذا المجال. نحن بإعادة تأهيل بنقوم بعملية متكاملة اللي هي تأهيل نفسي حركي لكل الإصابات اللي عم تجينا ومنها البتور. أكيد البتور نحن بنركب أطراف صناعية للمحتاجين إلهم بطريقة نموذجية شوي، بأنه نحن قبل ما نبدأ بعملية التركيب نحن بنعطي فرصة لإعادة تأهيل الطرف المبتور بطريقة جيدة، يعني بيهمنا الشيء الحي أكثر من الطرف. نحن يعني بعد هيك احنا ما عندنا اسم انه بنركب أطراف، نحن بنعيد الطفل اللي بيجي لعنا أو الشاب للحياة الطبيعية بالمجتمع، يعني بنحاول نوصله لمرحلة نفسية وحركية شبه متوازنة لحتى ما حدا ينتبه له. من بعد هيك الخطة العلاجية تبعنا هي طويلة، ما في عنا انه الطفل يجي لعنا يوم ويومين وثلاثة، اقل خطة علاجية للبتور هي 3-4 أشهر. وبالتالي كمان شفنا حاجة بالبلد ضرورية، نحن متضررين الحرب بنعتبره مش بس اللي انصابوا كجرحى حرب، نحن نعتبر حتى اللي ولدوا بفترة الحرب هني متضررين حرب. بعد هيك في كان عندنا أطفال كتير مثل الشلل الدماغي مثل النقص الأكسجي، وكمان هودي عندهم تأثير حركي كبير وبتعرفوا هذا الشيء، فاستوعبنا كمان وفتحنا أقسام لمعالجة هودي الأطفال ولقينا عددهم أكبر بشوي من البتور حقيقة، وهني كتير محتاجين لرعاية ورعاية طويلة. فكان مشروعنا أنه نشتغل على هودي الأطفال ونبدأ معاهم من سن مبكر. هذا الشيء ما كان متعارف عليه كتير، لقينا انصدمنا أول فترة بأنه كتير من الأطفال اللي عندهم شلل دماغ وعندهم نقص أكسجي بأنه هني منحصرين ببيوتهم، ما حدا عم يهتم فيهم بالطريقة الصحيحة أو النموذجية. ليش؟ لأنه العالم كانت بثقافته أنه لا حول ولا، أنه هذا الطفل إجا هيك وبالتالي شو بدنا نعمل له. زاد أكيد الأعباء اللي العلاجية اللي على الأهل كان أحد العوامل اللي أثروا فيها الأهل بأنه ما إن إمكانية شبه نعمة وين ما نروح نعالجه. فإجا مركز ميسانا الطبي لحتى لي يحتضن هذه الفقة المحتاجة. هو مجاني دكتور بشكل كامل؟ نحن مجاني تماما، نحن هو مشروع إنساني مثل ما خبرتكم مجاني تماما. نحن حتى العائلات اللي بتجينا من خارج دمشق وكذلك اللي نحن بنعرف انه ممكن نعالجها وممكن نعطيها فائدة وما قادرة تيجي، نحن بنوصلها حتى بنساعدها بعملية المواصلات لتوصل، لانه احنا بالنهاية بهمنا الطفل. ونحن لما اخترنا فئة الاطفال هذا المعيار كبير، هني هودي المستقبل، هودي هني الضحكة اللي بترتسم على وجوه اهاليهم. فبالتالي اذا نحن بنعالج المجتمع بنبلش نعالج أطفاله بالطريقة الصحيحة. صحيح. يمكن حكينا كمان ببداية الفقرة ونحن عم نعرف عن المركز أنه أنتوا قدمتوا دعم نفسي، قدمتوا يعني مو بس مساعدات أطراف صناعية وما إلى ذلك، الدعم النفسي هو جزء كتير مهم من الرعاية. قدي شفتوا يمكن في بحاجة أطفالنا وخصوصا بفترة هالحرب لهذا النوع من الدعم؟ في الحقيقة الدعم النفسي هو القسم الأساسي عنا، صار بعد التجربة والاحتكاك مع الأطفال ومع أهالي الأطفال. الدعم النفسي هو مش بس للأطفال، في الحقيقة نحن نبدأ بالعلاج النفسي مع الأهالي أولا، لأنه الصدمة اللي بياخدها الطفل يمكن يتنساها لأنه طفل،
بس الأهل اللي بيشوفوا ابنهم عنده مشكلة معينة هودي ما بينساهم، فهون التعامل معهم صعب شوي، وكان لازم نحن أنه نوجه لهم اهتمام كبير. وكمان هذا الاهتمام بده كادر جيد وبده نفس إنساني كبير لحتى تتعامل مع طبقة معينة من المجتمع اللي هي ثقافتها مش كتير عالي، عندها أزمات نفسية ما قادرة تعبر عنها لأسباب مختلفة. فلما أنت بتجي بتحتضنيهم لهودي الأشخاص وبطريقة مش أنه أنت على طبيب نفسي، أنت عم تحتضنيهم بإنسانية بأنك تسمعيهم، تخليهم ينطلقوا بالكلام، يحكوا لك عن مشاكلهم وأمورهم وياخذوا ثقتك. فإذا الأهل أخذوا الثقة، هذه الثقة مباشرة ستعود للأطفال، وبالتالي نحن بنبني الخطة العلاجية تبعتنا على إعادة الثقة. أول شيء بيوثقوا فينا بالمركز، بالأطباء، بالمعالجين، ومن ثم بنبدأ المرحلة العلاج. ومن هون نحن بنأكد بأنه حيكون في نتائج إيجابية إن شاء الله بكل الحال. رح نحكي دكتور بالتفصيل عن طرق العلاج والأطباء أو الناس المتخصصين اللي عم بيشاركوا بالعلاج، لكن خلينا نروح شوي ونشوف تفاصيل العمل داخل المركز الطبي ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. صحيح. كان عندي تشوه بالإجر بأحد الأطراف السفلية، وبسبب الحرب الإرهابية على سوريا فقدت الطرف الآخر، وتعرفت على مركز مسانة بدأوا يعملوا لي علاج فيزيائي وتركيب أطراف صناعية. الحمد لله بدأت تتحسن للأفضل. أنا كنت عمري 5 شهور، صوبت برجلي اليمين وبابا توفى، ماما مصابة بإيدها. وشكرا لمركز مسانة. قدمني معالجة فيزيائية وبشيتي وبشتغل تطول حسان وتطول لشا وبشتغل تطول مياس عالجني وجعلني أفضل وأحسن. يعني مثل ما شفنا فرح، هذا جزء من فعالية أقيمت بمكتبة الأسد، وكان فيها عدد كبير من الأطفال المستفيدين إذا فينا نقول، واللي هن على مدار سنوات اشتغلتوا معاهم لحتى وصلوا لهي الحالة. خلينا نحكي هيك، وانت كنت عم تتفرج كنت كتير سعيدة عم تشوف الحالات، يمكن عم تتذكر شيء الصعب والشيء الحلو اللي وصلوا له، قدي صار في إنجاز، قدي في صار عدد أطفال مستفيدين إلى الآن من المركز. في الحقيقة بفترة العام والنصف اللي نحن صرنا فيها أكثر شوي، نحن صرنا مستقبلين حدود 1300 طفل اللي عم يتعالجوا معنا وبعضهم باستمرارية في علاج. جزء معين منه حدود 30% يمكن فيهم أطراف صناعية، وهدول نحن بنعتبرهم الفئة المحظوظة الأكثر، يعني ما أنا صعبة كتير أمورهم، يعني تأهيلهم أسهل، إعادة برمجتهم بالحياة أكثر وسهولة. بس الفترة الطويلة هي بتاخذ الشلل الدماغ، والأطفال اللي عندهم نقص بالحركة التامة، نقص بالكلام، بالنطق والأمور كلها. فكان أحد المعايير هو إنه نبنيهم شخصيتهم وثقتهم بنفسهم عن طريق هذه الفعاليات. نحن الفعالية اسمها نحن قادرون، ضمن خطة علاجية متكاملة. نحن هذه ما فعالية أو احتفالية، هي فعاليتها هي خطة علاجية
متابعة لنوصل لمرحلة بأنه الأطفال على مستوى أكبر يوقفوا قدام شريحة كبيرة من المجتمع قدام أهلهم بالأساس ويقولوا نحن قادرون، نحن مش عجزة. وأكثر الأطفال حكيوها نحن لسنا معاقين، نحن أطفال قادرين، عنا مواهب، عنا أمور كثيرة، إذا حثتونا فيها وساعدتونا نحن قادرين أن نعملها. وفعلا أثبتوا هذا المجال. المرحلة الثانية نحن أثبتنا للأهل مقدرة أولادهم، أعطيناهم السعادة وأعطيناهم الفرحة بأن أولادهم شافوهم بهذه الفقرات. هي فقرات صعبة كثير على فكرة، هم فعلا عم يضربوا على النوتة، كل الموسيقى والصوت كله من الأطفال، ما في عندنا شيء خارجي. فكل هذا التعب الأهل شافوه وفرحوا فيه. المرحلة الثانية اللي هي نحن بنحد فيها بأنه نحن قلنا للأهل تعبكم ما راح صدى، نحن لولا الأهل وتعاونهم معنا ما كنا وصلنا للنتائج اللي بدنا إياها. فهي خطة متكاملة، إذا الطفل هو قادر ونحن إذا حفدناه بيعمل، الأهل اللي هن فرحوا وأخذوا جرعة من الراحة النفسية ومساعدتهم الدائمة وتعب شقاء، إنه بتوقع إنه طفل عاجز يجوا أهلهم يحملوه أو طفلين وضلهم جايين فيه رايحين كل يوم كل يوم كل يوم، هذا التعب أخذ مصيره. المرحلة الثالثة اللي أنا حابب أوجه فيها للمجتمع بأنه نحن هذه الفئة من العالم لازم نتعامل معها بحساسية شوي. يعني كان في عنا أطفال كثير رفضوا أن يروحوا على المدارس بعد البتر، بعد المشاكل اللي عندهم ما كانوا يجوا لعنا، ما بيروحوا على المدارس، صاروا سنتين ثلاثة ما بنروح على المدارس. فنحن عدنا أهلنا هذا الموضوع، إحنا معهم على مدرستهم، تعاملنا مع الطلاب اللي معهم، مع المعلمات اللي معهم، ووصلنا لعند وزارة التربية كمان وعدنا رجعنا هؤلاء الأطفال للمدارس اللي هن اليوم عادوا رجعوا على صفوفهم، ونوهنا لهم فهمناهم بأنه أنت ناقصك شيء. كل طفل كل إنسان بالحياة ناقصه شيء، ممكن يكون ظاهري ممكن يكون داخلي، ولكن بالنهاية نحن كنا بشر ومعرضين إن كان بالحرب وإن كان بحالات معينة. فالأطفال رجعوا على المدارس وعم ينجحهم. وأحد الأطفال الكبار في عنا يزن عسان اللي فقد أجره كليته وقال أنا خلص ترك المدرسة ترك حياته، تفوق بالبكالوريا واليوم بالجامعة معلوماتية. وأحد الشباب الحوافد، وأنا بهتم بهودي الشباب مثل هذا عبد الله اللي إجا من منبج والشغلات، أنتوا هني هودي القوة اللي نحن مستخدمينه للأطفال التانيين. شفتوا هدول كيف كانوا كيف صاروا؟ والعلاج عندنا بالمركز هو اختلاط، هو عائلة كاملة بنعتبرها، الأهل بيجوا مع بعضهم بيتحدثوا مع بعضهم عن مشاكلهم عن مشاكل أهلهم. في عندنا أطباء ونفسيين متخصصين اللي هني دائما معهم بالمجتمع، والأطفال اللي عم يتعالجوا واللي حصلوا على نتائج بنخليهم يحتكوا مع الأطفال الجداد لحتى يعطون دعم. يعني ما تضلك يأسان، شوفني أنا كنت مثلك وأسوأ منك، وبالتالي أنا اليوم واقف على إجري، أنا عم بحكي عن بطلاق وعندي أهداف وعندي أمال، وحتى مواهب الداخلية بلش يفرزوا لي إياها بهذا الشيء. أكيد نحن بمركزنا في عنا الشكر كتير للدكتورة رشا حرفوش اللي هي دخلت قسم العلاج بالموسيقى، واللي هو كان أحد الدعامات الأساسية للمركز حتى أخذ هذا التميز المعقول. قد شفتوا نتائج الملموسة على الأطفال اليوم الموسيقى؟ قد شفتوا اليوم نتائج العلاج فيها هي نتائج كتير ملموسة خاصة على الأطفال؟ يمكن شجعت أكثر الأطفال وعطتهم قسم كبير من الدعم النفسي وبنفس الوقت راحة كتير كبيرة. هذا الشيء لوحظ مباشرة في الحقيقة، هذا الدعم الموسيقى. نحن لما نقول نحن عم نعالج بالموسيقى، نحن بنحدث معكم هيك، نحن مع الأطفال ما بنقول لهم عم نعالجكم، نحن عم نخليهم يقوموا بالحركات الرياضية والفيزيائية والنفسية اللي لازم يقوموا فيها من دون ما يعرفوا. نحن عم نخليهم يدقوا على الطبل، عم نخليهم يدقوا على أي عالي من الأجهزة الموسيقية الموجودة، عم يحركوا أطراف هني ما قادرين يحركوها لا شعوريا. فهي اكتسبت هذا الفكرة لحتى نعمل نموذج. وزائد الطفل بحب لما بتعطيه شيء بيحبه، غنية بيحبها، صوت، نموذج بيحبه، فمباشرة رح تنطلق له. فبتلاحظوا هول الأطفال اللي عنا كلهم قالوا ما عاد بدنا علاج، نحن خلص زهقنا من علاج الموسيقى، بس بيجوا لحتالي على جلسات الموسيقى. هني بدهم عندهم مواهب، انه عندهم افكار كبيره بدهم يظهروها،
وكثير انبسطوا هالاطفال. انا بتوقع انه هذا الفعاليات اللي عم نعملها هي نموذج كثير جيد ولازم اتقاؤه يعني. اكيد، ويمكن مثل ما حكيت دكتور كمان، قادرون هي مو مجرد شعار، هو مجرد او كلام عم ينحكى، لا هو فعل شفناه على ارض الواقع من خلال الاطفال المشاركين. قد ايه مهم يمكن الاستمراريه؟ يعني في بعض الحالات في طفله هلا صبيه فينا نسميها شوي، قالت انا كنت عمري 5 شهور لما دخلت وعالجوني. الاستمراريه مع هي الحالات للوصول لنتائج مهمه. الاستمرارية ضرورية في حالات مثل ما حكينا نحن، موضوع الأطراف علاجه أسهل شيء وممكن يتخطاه بمراحل معينة بأنه نحافظ له على البتر والأمور كلها فيزيائيا، مساج، جلسات كهربائية وغيرها، وبالتالي الطرف الصناعي بينشرها، هذه معنى المشكلة للإنسان بتصير وبتتعود عليه وبيصير يمشي مثل غيره. بس المواضيع الشلل الدماغ اللي هي بدها فترات زمنية طويلة، هذا العلاج يحتاج لمؤسسات خاصة فيه لحتى تستوعب الأطفال لسنوات. يعني ما في شيء اسمه بسنة أنا بعالج ابني. صحيح. بده أكثر من سنة، وبالتالي بيكون في تشاركية بينكم وبين الجهات الثانية. أكيد نحن كمن هلا بننور فيها، نحن أكيد في عنا تعاون مع عدة وزارات بهذا المجال، منها وزارة التربية مشكورة. يعني نحن كل الأطفال، نحن على فكرة أطفالنا من كل سوريا، نحن عنا أكثر من 20 إلى 25 مدينة وقرية سورية من كل أطراف سوريا، يعني من حلب، من أطراف فضاك، لدرعا، للقامشلي، للحسكي، لريف دمشق، وكل الأمور كلها. في عندنا أطفال كتير كتير، يعني حتى من الساحل السوري والأمور كلها عم يجوا لعنا، وهذا ما عم يجوا لعنا فقط لأنه شيء، لأنه سمعوا وشافوا. ونحن عم نحكي إنه مركزنا ما له ولا دعاية بسوريا، نحن مركزنا ترددت فيه الأطفال، إنه الطفل اللي إجا تعالج وأهله لاقوا نتيجة، جاره شافه بالمدرسة، رفيقه شافه، قال له وين أنت عملتي وكيف صرت هيك، دلوا علينا وهم إجوا. وبالتالي نحن عنا أطفال اليوم بأعداد هائلة حقيقة، المساحات اللي عنا صارت صعبة لحتى نوسع أكثر وأكثر يعني. أكيد دكتور، يعني هذا العمل الإنساني، العمل الراقي اللي نحن فعلا بحاجته اليوم مع للأسف الأطفال المتضررين من الحرب، يمكن هن أكثر فئة عمرية بحاجة للدعم بشكل كتير كبير. ومثل ما تفضلت وحكيت، خاصة الشلل الدماغي، في الأمور المستقبلية شو مخطط مركز مسانة، خاصة أنه شفنا في تطور مبدئي كنا بس بالمتضررين من جراء فقدوا الأطراف وقدمت لهم دعم بمجال الأطراف الصناعية والتطور للشلل الدماغي وغيره. اليوم شو الأفكار المستقبلية والتطور اللي عم تفكروا تضيفوا؟ في البداية نحن عم نحاول أنه نستمر بنفس النفس، أول شيء بنفس النفس الإنساني، ونضل موجود عندنا الإمكانيات لحتى نحن نقدم هذا الشيء اللي عم نقدمه. نجاح مشروعنا أخذ صدى مثل ما قلنا، أنه هو عمل مشترك روسي سوري صار، يعني الجزء الروسي هو أو الشعب الروسي والكنيسة الروسية الأرثوذكسية هي دعمت المشروع، تقبل بدعم من المؤسسات السورية كليا ومن البطريركية أنطاكيا وسائر المشرق كمان، للروم الأرثوذكس كمان اللي هن دعمونا نفسيا كتير بهذا المجال وتعاوننا بشكل مشترك، هو اللي أعطى نتائج. إذا التعاون والعمل المشترك هو اللي أعطى نموذج جيد للعمل والردود. زاد اختيار الكادر الطبي، بعد ما نقول مشكورين جدا الأطباء والمعالجين والممرضين وحتى الريسبشن اللي عندنا، بأنه نحن قدرنا أنه نبني أسرة متكاملة بتفوتي عليها كأنك فاتي على بيت، كأنك ضيف عزيز داخل، مش أنت مريض عم تتعالج أو محتاج لمساعدة بمركز طبي. وهذا انعكس على روحهم وعلى نفسيتهم، يعني حتى الأطباء والمعالجين صاروا يشتغلوا بإنسانية أكبر وحوافظ أكثر، لأنه عم يشوفوا نتائج كتير كبيرة وجميلة من حولهم. أكيد. ونتمنى نحن، أكيد ما يكون عندنا أعداد كتير، نحن نتمنى أنه نحن نقدر أنه نعالج هالفئة الموجودة عندنا ونوصلها لدرجات معينة من النجاح. يعني يعطيكم العافية ومشكورين على كل شيء عم بتقدموه، وأكيد شكر لكل الفريق الطبي وأيضاً الكادر العمل والتنفيذ ضمن المركز. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور، شكراً لك. أهلا وسهلا فيكم، وشكراً للإخبارية السورية كمان اللي مرادفتنا دائماً. شكراً، شكراً كثير لك دكتور. وأكيد بدي أضيف صوتي لصوت سلمى، شكر كبير للكادر الطبي فرداً فرداً. دكتور اليوم مثلهم كلياتهم، بس أكيد الشكر موصول لك
كل شخص عم بيزرع بسمة على وش طفل أو حتى أهليون. يا رب الصحة والسلامة للجميع.